كانوا يمزقون المصحف. The worst of the worst. استعمال الكلاب. They lost on that. أدوية مهلوسة. Who are you going to call to get help? هذه الولايات المتحدة وهذه كوبا. وقطعة الأرض هذه هي جزء من كوبا لكنها تحت تصرف الولايات المتحدة. قاعدة بحرية بداخلها سجن عسكري تحول إلى رمز عالمي لانتهاكات حقوق الإنسان. هذه قصة غوانتانامو. مع انتهاء الحرب الإسبانية الأمريكية منحت إسبانيا الولايات المتحدة السيطرة على كوبا، ومع استقلال كوبا باتت حكومتها الجديدة مطالبة بتأجير أو بيع أراض للولايات المتحدة، وبناء عليه وقعت الدولتان عقد إيجار دائم لا يمكن إلغاؤه إلا باتفاق متبادل. الصفقة كالتالي: تحصل الولايات المتحدة على الولاية القضائية والسيطرة الكاملة على غوانتانامو، والمقابل هو اعترافها باستمرار السيادة النهائية لجمهورية كوبا، إضافة لإيجار سنوي مخفض بقيمة 2000 دولار سنوياً من العملات الذهبية. من الناحية الاستراتيجية ليست لهذا المكان قيمة كبيرة، وأبرز ما يميزه هو كونه قاعدة تدريب معزولة في المياه الدافئة وبها مرسى قادر على استيعاب 50 سفينة حربية. نقطة التحول الكبرى في تاريخ غوانتانامو بدأت بحلول هذا اليوم، يوم هجمات 11 من سبتمبر 2001، التي تبعها الغزو الأمريكي لأفغانستان واعتقال كثيرين ضمن ما سمي بالحرب العالمية على الإرهاب. This military action is a part of our campaign against terrorism. If any government sponsors the outlaws and killers of innocence, they have become outlaws and murderers themselves. الولايات المتحدة عرضت مكافآت سخية لأي شخص يسلم من اعتبرته إرهابياً، وبالفعل استغل الكثيرون هذه العروض وسلموا مئات الرجال. قوات الأمن الأفغانية والباكستانية الحليفة سلمت هي الأخرى بعض الأشخاص لرغبتها في سحق القاعدة والإطاحة بطالبان، أو حتى لمجرد إبداء التعاون. When there's some terrible seeming threat to a country, the almost inevitable response of politicians is to lie about it. They set up a group of people who we should hate, and then they loudly say that if we just treat those people badly, that's somehow going to solve the problem. أرسل هؤلاء الرجال إلى سجون سرية تعرف بأنها مواقع سوداء تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية. ولكن مع الوقت بحثت الولايات المتحدة عن سجن أكبر وأكثر ديمومة لجمعهم، وهكذا وقع الاختيار على القاعدة البحرية القديمة في خليج غوانتانامو. سامي الحاج كان الصحفي الوحيد الذي عاش كل هذا. بصفته مصوراً لدى قناة الجزيرة، ذهب عام 2001 في مهمة ميدانية لتغطية الأحداث في أفغانستان، ولم يعد إلا بعد 7 سنوات. بعد سقوط طالبان ونحن نريد أن ندخل من الحدود الباكستانية إلى أفغانستان، تم توقيفي من قبل الاستخبارات الباكستانية، تم نقلي إلى باغرام، وفي أول تحقيق مع الأمريكان عرفت بأنني الرجل الخطأ الذي اعتقل في مكان خطأ، وانتقلت إلى قندهار وعرفت بأنهم ليس حريصين في إطلاق سراحي لأنني كنت شاهد على انتهاكات كثيرة. بدأ غوانتانامو في استقبال المعتقلين، ووصل العدد إلى 780 شخصاً من 50 دولة، من بينهم 5 أشخاص متهمون بكونهم العقول المدبرة لخطف الطائرات والاصطدام ببرجي مركز التجارة العالمي. لكن في نهاية المطاف لم توجه لكثيرين تهم رسمية، ولم تكن لهم وسائل قانونية للطعن في احتجازهم. كلايف ستافورد سميث، الذي كرس مسيرته لإنقاذ كثيرين من عقوبة الإعدام ولتسليط الضوء على أوضاع معتقلي غوانتانامو، مثل 87 سجيناً منهم، وأسهم في إطلاق سراح 85، من ضمنهم سامي الحاج. The US Secretary of Defense Donald Rumsfeld said that all of the people there were the worst of the worst terrorists in the entire world. What I can tell you, over 98% of the people who have been locked up in Guantanamo Bay have been innocent of any meaningful offense. And that's amazing. السمعة السيئة التي أحاطت بالمعتقل لا مثيل لها. عرف بالاستخدام المنهجي للتعذيب تحت مسمى أساليب استجواب مطورة، وبشتى ضروب المعاملة اللا إنسانية والإفلات من العقاب والتلاعب بالأدلة. كانوا يمزقون المصحف، التعرية، المسألة الجنسية أيضا مارسوها مع معتقلين، المنع من النوم لساعات طويلة جدا، استعمال الكلاب، الإهانات، الضرب، التعليق، يحاولوا يوهموا بأنه
هم حيقدموه، يعطوا المعتقل أدوية مهلوسة بحيث أنه هو يخش في جو إلى أن يصاب بالجنون. بين عامي 2002 و2021 توفي 9 معتقلين، 2 لأسباب قيل إنها طبيعية و7 نتيجة انتحار، منهم ياسر طلال الزهراني الذي قبض عليه في سن 17 وتوفي في سن 21. عدد الأطفال الذين سجنوا في غوانتانامو مقدر ب21 طفلاً، أصغرهم كان عمره 13 عاماً وقت الاعتقال. أنا كان كل التحقيقات تتحدث عن الجزيرة والعمل في الجزيرة، طلبوا مني أن أعمل معهم كجاسوس يعني، وعندما كنت أرفض كانوا يحاولوا مرة بالترغيب ومرة بالترهيب. قررت بأنه أدخل في إضراب عن الطعام وأقول لهم يعني مستعد أنه أموت جوعا ولا أن أعمل معه. المضرب عن الطعام طبعا بعد مرور 90 وجبة اللي هي 30 يوم إجباره بالتغذية الإجبارية اللي هي عبارة عن إدخال أنبوب عبر الأنف إلى المعدة وإعطاؤه جرعة من مادة مركزة بحيث أنه تعوض عن الأكل. التغذية الإجبارية اللي كانت بتتم هي في حد ذاتها نوع من أنواع التعذيب. فضائع غوانتانامو المستمرة دفعت عدة جهات لمطالبة الولايات المتحدة بإغلاقه وتوفير سبل الإنصاف والتعويض. الإقرارات ببراءة بعض المعتقلين جاءت أحياناً حتى من أشخاص داخل الإدارة الأمريكية. هذا المسؤول السابق مثلاً صرح بأن بعض السجناء اعتقلوا لمجرد وجودهم في أفغانستان أو بالقرب من منطقة قتال. الأسوأ من ذلك كان تأكيده بأن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش كان على علم ببراءة المعتقلين، لكنه رفض الإفراج عنهم لأسباب سياسية. السؤال الملح هنا، كيف يمكن لهذا أن يحدث في بلد يعد رمزاً للحريات؟ هل تذكرون ما قلناه في البداية عن موقع غوانتانامو؟ وجود غوانتانامو خارج الأراضي الأمريكية ولأن المعتقلين غير أمريكيين جعل إدارة بوش ترجح بأنهم غير مشمولين بالدستور الأمريكي. لكن ماذا عن القوانين الدولية واتفاقيات جنيف حول أسر الحرب؟ من أجل تطبيق هذه الاتفاقيات يتعين على الولايات المتحدة تعريف المعتقلين على أنهم أسر حرب من الأساس، ولكي تتجنب الولايات المتحدة هذا الأمر استغلت ثغرة قانونية تمكنها من أن تطلق عليهم اسم المقاتلين الأعداء غير القانونيين. If you ask me what an unlawful enemy combatant is, I have to say it's just nonsense. It doesn't exist. The US government took the position that people held in Cuba had no legal rights at all. And it's important to understand that America has signed no conventions of the UN at all enforceable against us. في الواقع غوانتانامو يعد ثقبا قانونيا أسود. اللجان العسكرية مثلا، وهي الهيئات القانونية الاستثنائية التي شكلت لمقاضاة المعتقلين، جرى الكثير من الشد والجذب حول مدى شرعيتها ومدى اختصاص أو وجوب الاتجاه للمحاكم الفيدرالية بدلاً عنها. One thing you have to give to the US is we've got a constitution and I as an American lawyer can enforce that constitution. So they lost on that. The problem is this, that if you're from Yemen say and your family make $300 a year and your son is locked up in Guantanamo Bay, who are you going to call to get help? المهم أنه مع مرور السنوات أدركت الإدارة الأمريكية بأن ملف غوانتانامو أضحى يجلب لها سخطاً عالمياً، وبأن ما كان يفترض أن يجسد حرباً على الإرهاب أصبح أداة للتجنيد، حيث ثبت استخدام جهات متطرفة لانتهاكات غوانتانامو حجة في الدعاية للحرب ضد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية كما قال لي المسؤولة في الاتحاد الأوروبي هي قارنت ما بين الاحتفاظ بأسامي الحاج في المعتقل ولتقليل الضغط الحاصل كان من قبل شبكة الجزيرة ومن قبل كثير من المنظمات الحقوقية في موضوع قضيتي وقضية غوانتانامو بصفة عامة. الحملة اللي قامت بها شبكة الجزيرة هي من أكبر الأسباب ساهمت في خروجي. المعلومات حتى الأمريكان كانوا خايفين بأنه أي وأتحدث بها في الإعلام أصلا خرجت، وخرج كثير من المعتقلين عندما أيضا أدركوا تماما بعد الإضراب الطويل بأن أنا ليس قابل بأنه أشتغل معه، هنا قرروا إطلاق سراحي.
عام 2004 قضت محكمة أمريكية عليا ببعض الحقوق للمعتقلين، من ضمنها حق الطعن في احتجازهم، لكنها تركت الباب مفتوحاً حول كيفية تطبيق ذلك. وانتهى الأمر بنقل إدارة بوش نحو 540 شخصاً إلى عهدة بلدانهم الأصلية. بتولي باراك أوباما الرئاسة، أصدر أمراً تنفيذياً في يومه الثاني في المنصب بإغلاق غوانتانامو في غضون عام واحد. Of course he could do it. He's the most powerful person on the planet. But as a president, he just didn't invest the political capital in that. And we spend over $14 million per prisoner per year. It's more than 200 times more expensive than any other prison in the world. لكن بنهاية فترة رئاسة أوباما كان ما يزال هناك 41 معتقلاً. ما الذي حدث؟ الخطة كانت هكذا: أولاً، نقل البعض إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان ثالثة خوفاً من تعرضهم لمخاطر كبيرة، أو إطلاق سراحهم في الولايات المتحدة كما في حالة مجموعة من المسلمين الأويغور الذين برئوا من تصنيف المقاتلين الأعداء. ثانياً، محاكمة بعض المعتقلين في المحاكم الفيدرالية. ثالثاً، نقل فئة أخرى إلى سجون ذات حراسة مشددة للغاية داخل الولايات المتحدة. ما المشكلة في هذا؟ تعقيدات في البنتاغون ومعارضة في الكونغرس بحجة تعريض الأمن القومي للخطر وبأن الخطة فشلت في تقديم تفاصيل قانونية هامة. الرئيس التالي: I just signed an order directing Secretary Mattis to keep open the detention facilities in Guantanamo Bay. الرئيس التالي: We remain dedicated to a deliberate and thorough process focused on responsibly reducing the detainee population at Guantanamo Bay and ultimately closing the facility. حتى نشر هذا التقرير ما زال غوانتانامو مفتوحاً وبداخله أشخاص مؤهلون للنقل إذا وافقت دول مستقرة على استقبالهم، بينما يواجه آخرون إدانات أو محاكمات عسكرية بطيئة. حتى الآن ليس لنا الحق في مقاضاة أي مسؤول في المحاكم الأمريكية. They have what's called sovereign immunity. And if that doesn't work, they have a second defense, which is called national security. And almost invariably they win. واحد من أخطاء الولايات المتحدة، واحد من أخطاء أيضاً العالم في صمته تجاه هذه الجريمة. We've got way more enemies now than we had at the beginning. So it's not just an immoral thing to have Guantanamo Bay. It's fundamentally stupid.